السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم محمد جعيتي، مطور ويب فول ستاك. غادي نقدم لكم دورة الميرن ستاك. في هذه الدورة غادي نشوفوا إن شاء الله بإذن الله انتروديكسيون على فورماسيون، ابخي غادي نشوفوا انتروديكسيون ويب، بلوس غادي نتعرفوا على جافا سكريبت بيزيكس بلوس دوم بلوس البوم، ابخي غادي نطرقوا إلى إكما سكريبت، وابخي غادي نشوفوا ان شاء الله باذن الله ليبراري رياكت جي اس بلس الهوكس، اي على فان غادي نشوفوا لو فريم ورك ديال باك اند نود جي اس بلس اكسبريس جي اس. ولا باز دو دوني اللي غادي نطرقوا ليها هي على باز دو دوني نو اس كيو ال افيك مونغو دي بي. في اخر لا فورماسيون غادي نصوبوا تطبيق شامل، يعني فول اب ميرن ستاك. دونك لا بروسيدور بيان لي موداليتي ديال لا فورماسيون غادي تكون عندنا 2 سيونس بار سيمين اي 3 اور بار سيونس، اي لا فورماسيون لا دوري ديالها هي 2 موا، اي لا فورماسيون تو سامبلومون غادي تكون يعني اون لين ا ديستانس. الوغ بالنسبه لي بري ريكوي ديال هاد لا فورماسيون، تو سامبلومون خصك يكون عندك ان بون نيفو في لا بروغراماسيون اي الغوريتميك، بلس يكون عندك بون نيفو اون اتش تي ام ال اس اس اس. دونك لي بغا يتسجل في هذه الدوره هذه غادي تلقاو جميع يعني الروابط في اخر ديال الفيديو، دونك تو سامبلومون غتلقاوها يعني في لا فان ديال لا فيديو، وبيان غتلقاوها في المنشور اللي غادي يكون ان شاء الله باذن الله في هاد يعني في الصفحه ديالنا. في اخر هذه الدوره غادي تمكن من انك تكتسب المهارات الاساسيه اللي تخولك تنخرط في سوق الشغل بكل اريحيه. دونك كيف كنقول اللي بغى يتسجل في الدوره معنا راه الرابط غادي يكون اسفل الفيديو، وان شاء الله باذن الله هاد لا فورماسيون هادي غادي تكون يعني فورماسيون شامله اللي غادي نطرقوا فيها بزاف ديال الاساسيات باش تخليك انك تولي مطور ويب فول ستاك. نتلاقاو ان شاء الله باذن الله في لا فورماسيون. السلام عليكم.